6. S H. قلت له زبوبنا بالمقت سانسو زبوبنا بالفقر نفخو ريوسنا اللي مفشينا بحفنا حشيش وعقاقر ابي شايف ومش فاهم اسي عصبة للوقت اللي اعطاكم الوقت باش تعطي راي معفتو تقولي نسموه نقد وضفك متأكد من صوتك باين متردد ومن الفقيرة باين ليه الزبي تتردد مية حصل on the daily من هار لي تتردد من هار لي راب رابت نتفكر بالضبط زبي تقلب بالضبط من كل ما هو عاونو ضبط ضبطو نامي ملاوث وحدة ضارب طاير زايد خابت اسي يدا صابت ولا خابت اما حاجة واحد تبشي تنيكم ممك سايد الضابط شوف الخيط الرابط شوف نقبة حط فيها الكابل شوف كعبة تنيكم ممك كان يهزو زبين قابل رئيس نقابة الكبابل تاع كيفة انواع النقل كل ولاية نيكي كلهم جمعة غادي وبعد النقل تونس دولة القانون سايب عليك من اللغة يزياد نيكم السانديكا ولي سنتي ولي زياد people can own the power trust me share is easy but شعبي خايف من البوليس أكثر من المشي عالسيرات أحسب أحسابك go figure you little motherfucker قدي بش تقعد في كل ناج تسمع حاول صقر قدي بش تخسر طاقة تتشلبك تعطي بطاقة على كيفه يكتب محذر تتفرج فمك مسكر عيشة معاكم مبسطت use your fucking brain fucker I will speak to lawyer the rapper artist والهكر واي مواطن لقي فجوة في سيستم المكر ما تنساش اش عملوا في العبيد نشط مخك تفكر تتنيك أمك هكا يمشي البحث كانت تحاول تحل فمك هكا يمشي البحث اوكي حشمك هكا ما يمشيش البحث اش بك تغسل للزبيني كمك هكا يمشي البحث I'm a be down father you know we kill it نهير من نهارات خويا قمت الصباح على بكري ركحت اموري قديت اللحية قديت شعري عملت دوش بيه نفنفت اموري حكيت مع المراية ترانيتك هي مع روحي شوي فهمتني امور كلام باش نقابل وحيدة بنت حومة عندي جمعتين نحكيو على الفيسبوك حسيلو تقابلنا في استاسيون تاع التران حسيتها قلقة شوي خذيتها بالهف وقاء وقتها نهار تحد وقلت لها تنلقاوها فارغ التران جاونا بيه يعمل لك يجي التران طلعنا خويا على رواحنا ركشنا بحد البيت نيكا وبدأت تران يمشي بشوي بشوي وبدأت أكين نسمة تضرب فينا نتبسم لها منا ومنا حسيلو بعد درجين بعد ثلاثة استاسيونات ولا أربعة نلقاوها الدنيا بدأت تتفلق بالجوجمة بيبي يبكي من غادي مرا غادي تعيط وتصيح وراجل عزوز يطلب في الفلوس نحنا كيكا كين نحكي معاها وكل شيء أمورنا مريقنا نخزر لها كين حط فيها في الطبق أكثر نقولها برجو ليا وهيك الروج محليك كي محليهم عينيك وهي تترمش تتبسم كي فرحانة ويعملوا كيزو زنسية بجنبنا وقفوا وبدأوا يتعاركوا الأخرى تعمل لها يا مارة سامير والله ما نفتك في الحومة والأخرى تعمل لها يا مارة محسن أشدك ما نفتقك من بعضك وانا نتلفت يمين يسار وإخر تلفيت ندور وتعمل لك سميرة تبعت بسقة متاع زوزكيل وجي في جبيني تك ما فهمت حتى موضوع نحس في البسقة هابطة مع خاشمي والطفلة تغزلي وجهها بدي تكمش هكي تتقزز من الحكاية وانا بديت نعف في روحي وأعمل لك ويتحل الباب مع حالة الباب واحد ينطر تليفون ويهبط هو هابط هكا عمل يجبدني بعض كرف الدنيا ماشي سلو موشن التران ماشي سلو موشن والطفلة وجهها مكمش وتقلب فيها على جنب سلو موشن وانا طايح سلو موشن العالم الكل سلو موشن شباب ما نطولش عليكم قمت فك استاسيون يدي بالدم وجهي بالبزيق وسيلي باتير مروحت للحومة ديقة ديقة قالك على الاخر على الاخر كانك تاخو في الترانسبور وتليفونك مازال ما تسرقش في ساعة تيليشارجي لابليكاسيون سبليت ابليكاسيون تحط اوريلاسيون اللي عنده كهربا فيها بلايص مع بيت تتمرمل كل يوم في الترانسبور تلقى اللين في الديسكريبسيون من غير مزايد Set pull a plan fix but I read the movement like a dolly Adi kiffin poppy pills from Matrix New trippy boy like Disney or Dali Money put like manish dhiki Nala fiat dwaret kul shalaya Ahmed Zeki I'm
creating them monsters. Give me a Zaki, but I will be a Bruce Lee Kinataki. Let's take a trip to the space with my eyes wide shut. Is this a comedy? I kid you not. Tell the truth, how could you not? You can't handle the truth. Well, I'm Khalim Kolek, I got none to lose. I'll incept your mind just to prove that this is pulp fiction and I'm death proof. توميهم فاهمينو حط سقايا في هوليوود يكي تارانتينو اما فيني مخرجين كيف الليني يلي تخليني تبكي لي عيني قاعد نكتب تو فيلمي رو اما حابي تنسجلو في الميكرو قاعد نكتب في فيلمي رو اما حابي تنسجلو في الميكرو نخرج يوسف شاهين في الثلاثي نمبروفيزي عادلي ميم في مسرحية الوقت الموت والحياة نظرية تايش لوريق عطيني حكاية مرئية Call the good fellas to get out It's midsummer and strawberries are around Looking at the mirrors talking the nostalgia Like a titanic احاسيسي مثلجة شنكسر لحيوت خلنا نحكي معك راس راس تنجم تشوف الهدرة ملكات فاس شنكسر لحيوت خلنا نحكي معك راس راس تنجم تشوف الهدرة ملكات فاس شنكسر لحيوت خلنا نحكي معك راس راس تنجم تشوف الهدرة ملكات فاس شنكسر لحيوت خلنا نحكي معك راس راس تنجم تشوف الهدرة ملكات فاس اوكي فلين Feel it, do you feel it? Feel me, winning, do you feel it? I just got the audio vision. Let me close that television. صغير جيت نسير جيت مقاع البير حي شعبي فيه تقطع شعبي حب نوصل نتير واي بي ديما نهايبي فقر فيه نفايتي بطل تقرايتي وفوقي الفين اكسبريسو نفسي نستج التنين اللي دير عملت ناس بتغلى جات بحذية شلة نكوني في خوختين يا مدير يو فانزيز بندو كارونتا يا ويت كات من بعد بونيز والبوني مرسي 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 جبدت حبي سمرة جبدت ورقة ذوية كيما القمرة ولفيت حطيتك البيت وغنيت عملت كم يا فاني نسيت بها الدنيا وحاكمكم صديت جبدت وسكي وسبيت حامد شو نعمل وزيت وانا لبس كيفك لتشلبوك وتشديت سايبني برات لحنينا عنا مقرونة بنينا ولتا ولا كليت ولا ولتا ولا كليت اتكيفت وكميت في الحومة تحت الحيطة شوية يا سيد ترابي يا بدا كرفي كنت قاعد رايب جيب لي كرفي فايض مش الرد ونضايف عفايف يو شديتوني بصحتكم ورسميمتي حبس الرجال والحي روح وامي انا جيت وليت حومتي في الحبس خليت اني رجعت نقولكم كيفاش كيفاش كنت قاعد عامل كيف شد الزنقة تقصف سمارت هانشون سيفيل قالي بتقد التعريف قتلو راني تفل نظيف قالي شتعمل هيت الويدو بالسيف طلعني حد ما منعني صاحبي وداني قتلو توراك هانشون اللي زلعني نكني بالمتراك في الحبس عامل بوبلي اكثر من توباك كبرا من ثاني يومي واساب نحكم بحكيمي هوني واوساك صحكي كليني خويا راني كي فان دايك كي فان دايك كي فان دايك كي فان دايك داي 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 عسلامة مرحبا بك MC Gobara انت درنيير ما كنت في الحبس مازلت كي خرجت ومعروف معناه بانتقاداتك كونتر السيستيم وتكره الحاكم وضد الميديا ودرنيير ما مازلت كي سبيت الميديا وي وي صحيح كيما قلت نكره الحاكم سبيت السيستيم والميديا حتى توما سبيتكم في برشا غنيات وكل حد سبيت القناة اللي توا اللوجو تاعها على اليمين اما والله ماك تعرف جيتوني في ساعة مش سعيد والبنيادم يغلط راه الانسان ماهوش معصوم الغلط ربي سبحانه الوحيد اللي ما يغلطش وجينا اليوم شنا فهمتي جيت وكا ان شاء الله ما ربي طيب القلوب على بعضها ربي خير عايش خويا ربي يفضلك يستويت
ولا بي ام اكس وشاندي بيبي فيكس والبقي بانكا وقتي تريبليك زيد مطيش كيلو فلاكا طاير جوجي فندينك الهيل في سلاتا طاير شوكي هندي وزيد ندور في شلكا حسدني على كالسوني يو ما فكا هاو جديدي هوني وانا سار في اوزاكا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضل. استنى استنى يا اخي قدروا اللي تدخل في استنى 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 قدروا اخر كلمه تقولها في حياتك هذيا ما عادش حابك تكلم جمله معناتها باهي نرجعوا باكوش على السلامه الناس الكل مرحبا بكم في اللايف نتاع الشلباق ليميسيون مرحبا بكم على السلامه الناس الكل نتصور ما توحشتوناش جمله ونتصور اذا فما شكون توحشنا ريت توحشتونا يعطيكم الصحه ولا توحشتوناش يعطيكم عصبه فوالا دونك شوفوا لك سيرو جاي وي هاني في الروج كيما كابتا مسيو بيكسل ويف في اسمه نتاع دي جي زبور بيكسل ويف والان مع بيكسل ويف اي هذا بعد 2005 الروج جاي ماشي 2010 سي بارتي على تومون جوج محلك بالروج ميرسي عايش وبحلني بالك ويحصل خاطرك تطير في الليل وتعمل دي شيطان ونلطخ كرازي على الحيط فوالا تشرب دم الخطاتس هذاك اسم ربي كافه صحيح الخطاتس وشنو اللي نشوف في دم الهاسكي شنو عندي زوز هاسكيات يلو جاي بالله بجاه ربي حديقة حيوانات بجاه ربي ثلاثة خطاتس وزوز هاسكي وعندكم هاسكي بوهالية والحيوان انا برا السم وين نسيتني نزلت على تعفيطة نزلت فسر لي كيفاش عامل في الدار حكيت انكدوت برسمك احكينا انكدوت نتا بيكا البوهلاي اي بيكا البوهلاي هذا يا اخويا ربي يذكرها بالخير كلبي الهاسكي اللي محلاها ونحبها على خبا ذوي تحيه لهالبيكا كانت فرد لقيتها مره اخويا ريقتها في الكولوار وبكلها هكا احمر احمر غامق نسخيلها ماتت الكلبه الله اكبر وهي كدا جينيرال ما كدا عامله تعمل روحها راقده ديما تخاف هكا دوك تعرفني باش نعيط عليها كل تخاف دوك عملت روحها راقده عيط لها عيط تاع فاجعه تاع بيكا لباس هربت تجري خلطت عليها اخويا عملت هكا خزرت لها هكا لقاها الكلبه لاباس صحصت لاباس جوست عندها احمر في بدنها الكل فهمت لي هو كلات قلب حمير الله مسلع نبي مشيت لوجد قلت لها وجد عندك حمير خليته في الساله قالت لي ليه قلت لها انتو كات تحشي لك فيه ما عادش عندك حمير سيفيني كان عندك راه تحشي لك فيه فوالا دونك مرحبا بكم الناس الكل في اللايف مره اخرى من غير ما تحطوا نوامركم في التليفون خاطر اللايف بدا وانا مش كلمك توا في اللايف صار نكلمك في اللايف ونصرف فلوس معناها ايه نصرف فلوس بالفلوس دونك سيرو جاي ماناش وحدنا الليلة كالعاده بيان سور نحب نقدم الضيف الخفيف الظريف الطريف السبورتيف اللي هو السيد تريزيغول دخلة بالدنيا يا سيدي مرحبا بك نعم بوزينك احسن نديا صح نعملوا الدخلات ونعطيو الناس قدرهم ونعطيو قدرهم ونحطوك على راحتك ما تحب تقول كلمه زايده قول كلمه زايده قول كلمه زايده قول كلمه زايده فرحتوا بيا يا اخي يا زيد لا مرحبا بك سي تريزيغول جست باش نوضح الناس الكل انا وتريزيغول صحاب عنا مديده والصحبه كيفاش بدات انا قاعد على روحي نخفي دخان وعرضني في حومتي على السلامه طلعنا من الحومه واحنا ما في بناش دونك برجوزي اوكي اوكي مشينا من قبل هذيك عسل مشينا عملنا قهوه اللي ديما نتقابلوا نعملوا قهوه نقطعوا راي شوف الناس الكل بيان سور كيما السوشيال جماعه السوشيال ميديا الكل وي لازم تفهموا راه ولاد صحاب وحيضربك وزبي نحشيو فيه كل الترف سكين انت لو جاي بار اكزومبل ديما نقطعوا فيك والراي شو خويا عسل الدنيا خاطرني خاطرني برشا خاطر جو سي خاطرني في العلالي ما تنجمش توصل فوق تقول نقطعوا الراي شو مش قطعوا الراي شو دونك هو يفرح راه ما بداش يشعل في النار معناتها سي تريزيغول تريزيغول خويا عرف بنفسك الجمهور شطر ورقة شطر ورقة نتاع المكتب شطر ورقة اسمك الاسم الثلاثي نتاع الاب والام حيدر الشريف اي كي تريزيغول 23 سنة ايتيديون سنة نكمل ليسونس الحمد لله خويا شحال عربي معاك ميرسي بوكو فين 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 يزام تسخيب كملت نو اللي سوف تكمل ولا غادي تبدأ الحشوة غادي يشحب أخوه تكمل ليسانس هي تبدأ في موضوع آخر فهمتوني يا قدور يا قدور ماليش فرح ماليش نفاشك معاه قدور
مش حاطك سكوتش مش حاطك سكوتش مش مفوق مش مفوق لا سي با بروفيسيونيل راه كرام انا جامس راني سيدي زعيمك وسالي الكاترور ما انا فازي با بوسيبل خويا سامحنا على المقاطعه هذيك يا اخي مسيش احنا هكا خويا راه في بوبلي تلمو ماناش متربين قص على بعضنا بارتو اي ديجا خوستوني من الاول نتاع لازم نحكي بايات فك بلاستيك فك بلاستيك لازم لا هذيك قلت لك على روجي خاطر ما ماناش محل حد يحكي مع روجي المفيد معناتها اللي نخدم خدمه نخدم فيها خاصه بالسبور اللي هو فوتبول اوكي انا نراها في الكومنتاري تقريبا معناتها اون توتا 7 سنين اما في اليوتيوب 4 سنين معناتها تقريبا ابستاكر 5 سنين شكرا قدمنا برشا ميرسي مرحبا لكم نخدم في الراديو زاد نخدم في الراديو وي الراديو اكسبريس اف ام اوكي كنا نعمل في يخلصوا فيك كده راح اكسبريس اف ام مع كيما احترامي الخدمه مش نحكي كما راي شخصي معناها اكسبريس اف ام عندك تحب تخدم هاي ايش كيفاش كونترا نعم كونترا شوف اسمعني عارفه كيف شنو في مشكله هيك هذا كلامي الشخصي هذا كلامي الشخصي اللي قلته تدور هو بيدرا هو اكثر عبد حاشيه توا فيكم الكل هو انا راه خاطر انا خويا ما عندي حتى عارف فوقي توا دونك نجم نحكي ونسب كيما نحب نسب حتى البوبلي اللي هنا في اللايف نتاعها نسب راه ما يقلقش معناتها سيدي لو جاي ولا ما عادش نجم يسب خويا اباويه ولا معروفات والبوبلي خويا يخلصوا فيه وانت خويا اكسبريس اف ام خويا عارفش خرج من فمك ساعه يعرف لا انا جوست عندي اكسبيريونس كان نحكيها في الميديا خدمت في الجنوبيه خدمت نهار مع النقاره نعم لا 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 نعم دخلت مونتور دخلت مونتور في الجنوبيه انا قاعد يهبطوا عليا دو جورناليست مونتيلي ليميسيون نتاعي غدو رمضان ايميسيون رمضان قول يعني لا فما جينيريك وانت عاد تصوم رمضان وخلاقك تبدا من كشكش لا لا نخدم الاربعه الاربعه وقداش عليه 400 دينار ما صبرت انا من الاربعه وحطيت فيها على الاخر ونتذكر دخلت السال مونتاج جي جي كوجينا نتاع حانوت ملاوي جي كوجينا نتاع حانوت جي كوجينا اللي صارت عمو جي الى سال نتاع مونتاج ومنجو بالله فيد اللي هو اكثر لوجيسيال مكرز في تاريخ المونتاج يا اخي عملت هكا خسرت كنت خسرت 400 دينار لمي دبلك مات وزيتو حيره اي يحكي في حكايه بالرسمي لا لا بالحق بالحق مش فدلك اي مش فدلك لمي دبشي قلت لهم عندي مشكله في العائله وبعثت نايك جست فما خفا خبر عاجل توا صار توا قدامي جست اقرا فيه بربي تريزيغول اسمعني قالك اصابه الاف الجرحى وذلك اثر عمليه شلبيق الفونفون في وسط العاصمه تصفيق على الكل اي صحيت مكة ونحبوا برشا الكومنتات نشجعوا برشا حلو حلو عجبني عجبني وي دونك سي تريزيغول نحكي على تعريف الناس لا كمل عارف العباد يقولوا يزي ما عادش تكرس في الماتشويت تكرس برشا في الماتشويت بعديك خدمته واه جاي انت قاعد تخدم في مخك عجه وتكرر على حق شيء دونك تصور هو يعطيك اكزامبل كان يكتر شي انيمو حلقه ياسر تعايف كيما حالة ون بيس توا فهمتني شكون الرياكسيون نتاعك خايب على الاخر نتاع حتى باش تعمل فيديو ولا اللي هو باش تكرز على الاخر كيف انا بالضبط نتاع حاجه ما تعجبنيش نقولها كمل فازي فازي كمل كمل باقي نخدم في اجونس نتاع ديجيتال كورس اسمي سمي الاسم تاع سامي سامي تحب تسمي تسمي بوسكوم وفرد مرة بوسكوم بوستكم اه بوستكم خلنا كيكا هذا مشكلة ثانية معناتها بعد الراديو مشكلة ثانية ما عارف وفرد مرة تبع كلوب ريتراكت يا اخي وقتاش ترقد ثاني تسكر وقتاش ترقد وقتاش ترقد نرقدوا شنو نحب نحب نوصل نحب نوصل نوصل ميساج للتراكت تفضل بابا سايب عليك سايب عليك شو وصل ميساج شو وصل ميساج وصل جست ميساج ميساج مش نبزه ما وصل ميساج انا فاهمك لو جاي راني فاهمك بلاش روتراكتك العام يعملوا لنا الريد اي روتراكت ثم لحظه لحظه دخلني في الموضوع ما يجيش راه هكرا لازم نحكي مره مره انا قاعد على روحي ايش صار لك مش حتي نعطيك وجهه نظر لا لا احكي له القاعده الكل اي انا قاعد على روحي نهبل نوتيفيكاسيونات في الاوتر نتاع انستغرام نسخي روحي درا شبطت وانا ماني مفتح حتى ستوري عرفتك الحكايه ذيك تصير لك هاي تخوف على الاخر علاش خاطر تريزي جولد ماكش مفتح حتى شيء تهبل نوتيفيكاسيونات فما حاجه تقول يا تبيراتيت يا هبط ستوري في كونتوي ما غير صار حاصل صار حاجه حاصل ايبا نلقى فما قريب 25 عابط بالروتراكت بعثوا لي ميساجات لكل فرد ميساج انفيتاسيون ليفينمون به
انا وسيلو جاي وسامي ولو جاي ولو اي عنا جروب فيسبوك ديما نحكيو فيه في بعضنا. انا جيت باش نقول يا جماعه عملت سكرين شوت باش نقول لهم تفرجوا انا نكتب ولو جاي قال يا جماعه يا اخي صارت لي فازه بيزاطه وبرد راه بالحق كلنا جاونا 25 ميساج فرضوا قلنا معناها انا تعش اللي غيرني معناها ما حسيتش بالشخص حاجنا بانفلونسور ريليجي هيد اسمعني اسمعني فازي اوزر لك كوتي ديك استراتيجي يعرف روحه مش بيبعث ميساج واحد مش ما حد يجاوبه يقول لك نبعث 25 ميساج اكيد ربطي تحت واحد بالضبط لازم نلف حاجه راهو انفلونسور في تونس مش خدمه يوتيوبر مش خدمه هكا ولاد مو فاهمين في الراي ذا معناها رانا نخدموا من شريتنا اللي تخدم في بوات ديجيتال هذا يخدم الروح وفي بطلت وين انا ما نجمش نجي نهار اربع عشيه نقص على خدمتي ونمشي ليفينمون وي وي فهمت معقول انا حتى بطال برجولي ما نجمش نسيب الجرية اللي انا متكي فوقها وكل ما نجمش نسيب سبحان الله والفرشيه اللي متوطي بها ما نجمش نسيبها ولا الاكسبيريونس انك في كلوب ريتراكت راهي حلوه على الاخر لا 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 خدمه الاسوسياتيف نشجع عليها حاجه ياسر مزيانه تعاونك مش حتى كان ك حتى تحسن من روحك كبيرسوناليتي تعاونك على الاخر ما تفهمش ما تنعرف عبيد دخلوا معي طاقات يميد نحكي شيء وي 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 يتصرح كل مالي يتصرح وقت مع الكلوبرا ولي يحكي ولي فدلك وأهم حاجة مهمة يولي نجم أعطيني كاميرا علي أنا يولي نجم راك حس قايد وي ولا ولا عرفتك ليه عرفتك والله عرفتك تلحيت الحشمة هي تجيب سقايد صحيح وي وي به سي تريزي قول مرحبا بك مرة أخرى أخويا ونورتنا ومحليك وربي يخليك وراك تقتل بالرز نرجع خويا بس اسمه سومو اسمه فما فين تاع فما اش تحب اعطيني اعطيني انا هاي استنى استنى اعطيني زيد زيد دقيقه سي با بوسيبل لا فازي ما سمعوا سمعوا هما نحن سمعوا جاي انه جاي راه ديما يحب يعمل فازات وما يخطفوش راه دوك عادي دوكسي دوكسي تريز اقعد غادي عندي السؤال نيميرو 1 دونك سي تريزي قول علاش تخدم كان على الفوت ساشون اللي ما عندناش بوبليك كبير في تونس كيما برشا بلدان عربيه اللي بار اكزومبل السعوديه المغرب مصر احنا في تونس كي تخدم في شان ديدي الكوميونيتي معينه جينيرالمون تكون هذيك ماهيش كوميونيتي تكون نيش صغيره ويتبعوك علاش تخدم على الحكايه هذه سؤالك عالمي وحلو وعلى الاخر وفي بلاصتو في بلاصتو في بلاصتو على الاخر بلاصتو باهي نخلص فيه باش يشكرني كل حاجه في بلاصتها لا 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 خلص في زافيتي نتاع الكل كلمه الحق تتقال حاسيلو نرجع المهم مالي شوف راه كل واحد وعنده شوا يعمل في معناتها شدا يوتيوب راه معناتها اكزامبل شوت كارير نتاعو كيفاش يعمل انت ليش تختارها انا واحد من الناس اللي نلقى الناس الكل ماشيه جيمنج بودكاست حاجات معناتها الوقت جيت نشوف الفود نقى عبد ولا زوز انت عقل وينوت وي فهمتني حاجة انا مرمون بها وعندي معناتها تكورت ومعناتها نعرف عندي اكسبيرونس كبيرة في الفود ونعرف معناها وكل شيء تقول طيب نجرب معناتها حتى اللي عاملوا معناتها حتى في العرب مع قلنا كوميونيتي خير العرب كيفاش بداوا مصاروا اليوم ما بداوا واحد وبعد خلط الثاني والثالث والرابع هكاك معناتها لا مصاروا هو فات الاوديو فيزويل ديجا عندهم بازي حاجه عاديه معناتها صح هو بداوا قبلنا حتى اليوتيوب بداوا قبلنا هم فهمتني قلت علاش ليه نتاع علاش الناس كلنا نتبعوا نفس الثنيه وعلاش عبد ينجح الكل نحب هو نجح في هذيك لازم كلنا نعملوا نفس الحكايه قلت لي ما تجبتش نجيب كونسيبت نخدمه وانا نتبع الفوت ومولاها ربي متاع مشيت صحيحة ما مشيتش انا جربت ما عندي حد شيء خاسر اكسبيريونس لينا ونتعلم منها برشا حاجة انا ديجا نقول بس قول حاجة برك خطفة ما شكون جاو جاو قال كوميونيتي متاع الفوت من اكبر الكوميونيتي في تونس هذا كان مش اكبر حاجة جيش نحن نقول في هذا راك غلط على خاطر انا نحكي على الديجيتال مانيش نحكي على المتابعين تاع الفوت نحكي جوست على الديجيتال معناتها يوتيوبر يخدم ديديي للفوت والعباد اللي باش يتبعوه باش يكونوا ديدي للفوت والعباد جينيرالمون راهي الكوميونيتي اللي تحكي عليها انت بتاع الفوت في تونس راهي كوميونيتي بتاع قهوه تقعد في القهوه تنبر تتفرج في الكوره درا شنو ما يروحش للدار ويحل يوتيوب ويتفرج في اليوتيوب الفلاني فوالا هذا كان فاش قعدت نقصد دونك جوست تصليح المعلومه هذايا تفضل سي تريزي سامحني نرجع نحكيوا على الموضوع اللي نحكيوا فيه على الشواء نتا قلت معناتها عندنا مشكله عندنا في تونس لي زانفلونسور بصفه عامه نتاع معناتها الجدد اللي طالعين تو جينيراسيون جديده باش تطلع تقول لك ما تفلين ستريمي ينجح وعمل الفلوس ودخل هكا وكذا وشي يدس فيها بالروح ويقول عبادي يسخيلوا اي عالد مش يعمل ستريمي يسخيل روحه مش يعمل بالضبط ايه ويسخيلوا روحه مش يعمل كيفه اسمعني وليه وكيما ما يصولش يعمل يقول لي كلم لنا فيهم صار ذلك قول اسمع يعمل لي بيوب بارتاجيني فريم ما يعملش بيوب يولي بيه وعليه
وطالي دراما زايدة وطالي واحد والاخر ما يخلطش والاخر تلقى مازال يخطئ يرفس واحد هو تلقى عبيد عرفت انت حتى عبدي عنده امبيسيون باش يوصل وشد يتبع ثنية عبد آخر حلمة عبد آخر عندي أنا زي وذا كلام لوجيك على الأخر وقالوا فما ضيف كان في بلاستك جمعتين تالي بخلفك أنت يا احنا رانا نحكيو كان مع على الضيف WMD وقتها قال في اللايف قال إذا كان أنت رابر باش تقلد رابر آخر أوكي تنجم تقلد على روحك من بعد ما تجيش تبكي شبيني أنا ما عيطوا ليش شو كيسوات ولايفوات وكل شبيني أنا ما نجحتش بيني أنا عملش كيف بالضبط على خاطرك أنت تخدم في خدمة ديجا فما شكون شددها وخدمها وعملها سيما كونسوميت الحكاية هذيك وي بالضبط وي جوست حتى حيا الجماعة فما شكون يتفرج فينا من الجريس اليمن مرحبا بكم في الجريس ومرحبا بفلوس الجريس تصفيقة 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 عندها كريس الجريس يا سيدي خويا دونك عندنا السؤال نمبر 2 فوالا دونك اسكو الخدمه سير يوتيوب رونتابل سورتو لي انت تخدم وحدك اش معناها تخدم وحدك ما عندكش معناها بالحق لوجيرا الكونتوني نتاعو هو يهبط كونتوني عادي وعنده مسكين علاش نقول مسكين الكونتوني نيوز اللي صار توا إلي أوبليجي يهبط عليه فيديو تربح تونس تربح الجزائر تربح مصر تلقاه السيد بعد 40 مينوت ماكسيموم من الماتش تلقاه هبط فيديو اللي هي حاجة خايبة تعرف عليها شخص فيديو هذوكم يموتوا كونسوما بالوقت أو سيمون ما يموتوا أما شنيا وجاي أوكي كلمك ماهوش غلط ميلو جاي زادة راه يا ريت الفيديو هذيك تهبط الليلة الليلة تلقاها عاملة 100,000 زادة راه ما يوصلش مليون هذاك الفيديو هذاك ما يوصلش مليون اما يوصل 200,000 في 24 ساعة فهمت فازا دونك وي وي علاش سامحني اسكو اسكو رونتابل الخدمة ولا نعطى نحكيو سانسيرمون اي لي تليفور لي فلوس فلوس لي فور اللي قاعد نعطي فيه باغابور لعبد اخرين معناتها نحكيك الموند غاب معناتها مصر مغرب فهمتني انا تسميو عرفت ناخذه في البوربور اوكي اوكي حق بيل معناها حق بيل معناتها ريت بارابور حتى في الكونترا في اللي تحب عليه انت معناها ماهوش كونتابل بارابور هو معناتها نحن انت تلقى روحك ما تنجمش تجيب ايكيب على خاطر ماكش تدخلت باش تخلص ليكيب اللي معاك تجيب شكون يمنتج لك ولا تكون تخدم لك ديزاين ولا تلقى روحك انت كادرور انت انجينير سون انت اللي انت اللي تدير ديزاين انت تقد كل شيء انت حتى مانجر تاع روحك وي وي فهمت تلقى روحك انت هيز بروجي كامله لوك تشوف في بلدان اخرى تشوف معناتها ايكيب كامله تخدم مع اليوتيوبر يدخل يصور الفيديو نتاعو وتاك يخرج و... انا السؤال جاي اوكي هذا داير حكايه حكيتها لي انت معناتها على وقت اللي عيطوا لك في قطر وي في السوبر كوب سوبر كوب هذا فريق دونك عيطوا لك تي انفيتي parmi beaucoup de d'influenceurs في الموند العربي الكل شرفنا تونس الحمد لله وي شرف اي اوكي شرفنا تونس وي بالحق والله سيفري بالحق يعطيك الصحه مي فما فرق في لي كونطرا وي هكا ولا فما فرق في لي كونطرا فما فرق في المعاملات وفما فرق في لي انفلونسور في حد ذاتهم ذا انا جاوب راني قاعده وقت اللي ها واش قال لي بالضبط مثال كان نقولها الحكايه هذيا قال لي يبدا معاه مصري وتسيري وكل مع دي انفلونسور كي هو يقد الفيديو نتاعو ويحب ويكمل الفيديو نتاعو يقعد في الاوتيل يحب يمنتج ويخدم وكل شيء ويقول له كيفاش قاعد تعمل يجي نخرج ونسهروا يقول له راني باش نمنتج يقول له يا اخي ما عندكش كوني مونتاج لك راهو جاي راهو في خارجين ناس معناتها تصور كملنا من ماتش اسبيرونس وقت ماتش اسبيرونس ولا ماتش اسبيرونس والزمالك سوبر كوب كملت الفلوج روحت نقعد في البيت دقوا علي البيت اش نخرج رانا في الخارجين خارجين عندي سبوز الخدمه تاو قالوا لي يا اخي ما عندكش كيبه اي ربي وني بي زرت قلت له ليه نخدم وحدي اكسونسي تكون عندي كيب عمل لي هكا ما شو سي كوا سا سو يوتيوبر تونيزي على سي كوا سا لي بوفر تاخر روحك عبيت خاطر تسهر وانت تمنتج خويا المطيطه تاع الصباح وانت هذيك وقت تيح كنترول بالضبط نفس الاحساس شو هذيك الامكانيات قداش تفرق بين اي الامكانيات تفرق راهو العالم الكل يعني منها خاطر مثلا في فرنسا نشوف يوتيوبرات عنده مونتور وعنده لانجيرسون نتاعو وكل شيء تلقى ايمابل كامل مربوطه بالفلوس ايمابل كامل كله خاص ب بس هذاك وي انا جوست الحاجه خير قلت لي يمن قبل قلت لجريس لا جريس لا قلت جريس ما لاش بهم يقولوا قلت لي يمن هبلوا لا جريس قلت جريس تلقاه قالها واحد وتبعوا العلاج وي لي بوتون لا ما زاد احنا نحكيوا على حاجه اخرى ما دام نحكيوا على سوجي هكا في تونس عندنا مشكله اخرى لي كونترا نتاع الخدمه انا في نذكر صارت لي انكدوت ما تنجح بيكم وازي نرد بيكم انكدوت كنت في خاطر كونترا مع سبونسور اكس ريتو
جاي قدامي صوم معينه كل شيء. رحت لتونس كلموني كونتاكتوني لنفس ال عطوني لافر هذه معناتها جابوا لي قالوا لي نحب نخدموا معاك وكل شيء. اوكي افيك بليزير. معنا في اسم المارك. معنا في اسم المارك. اوكي. باهي. انا نحكي لك انا نحكي الشيء ما شيفر ما باش يصير عليه مشكله كبيره حاسب. جاني في تونس كما نقولوا كان بالدولار كونترا. جاني في تونس قال لي اسمع نحب نخدموا معاك افيك بليزير اوكي. قال لي راهو في المونتون فلاني بالدينار مش بالدولار. بيان سور اي. قمت نضحك. معناها مونتو بتاع حق بارتاج ستوري معناها باهي ريت معناتها كونترا صحيح نعرفه قداش يخرج معناتها من السوسيتي كي وصل تونس ولا بالدينار وحتى شيء نتاع ريت كما نقولوا انت نعرفش في المليون هو ما يوصلوا مليون هاتيك منهم 100,000 50,000 هي حق ابيل حق ابيل المهم معقول معقول مشكل كبير اللي جيت انا جيت نحكي معاه قلت له اسمعني خويا الغالي الكونترا صحيح راني نعرف راهو هكا وهكا ندري راني ندري قلت له نعرف باش يخلصوك معناتها من غير ما تجي تعورني تقول لي راه هذيك الدار والله والله مانيش نعرف عليك شيء والله خلصوا الضوء من جيبي برسمك قدور قلت لي يمن انا قلت لي يمن انا قدور دو قلت لي يمن شي الكيبر مش مركزه هبلو زبي في الشارع قدور ثالث شد وين انا شد وين باهي خويا سامحوني لو جاي نقول لك فازا خل فازا فازا اليمن باش تولي لك كيما شرب تاع نابل سايب عليك ميسالش انا جاي يا خويا الجريس لا لا مش دوك لا مش كمان لا مانيش ديكتاتور اصلا عليا احنا فهم واحد اسمه عزيز هذاك شو تبان عزيز هذاك شو اسمه قصوري يحبوا يتبان عزيز سي بون يعطي حسب على تربته شو تربى جو سوي سير امو لك سبتاعي نكمل لك السؤال فازي سامحني تفضل بابا دونك السؤال اللي قبل الاخريني دونك علاش شفناك في ميديا ما هيش تونسية اسمها صدى البلد وما نشوفوكش في بلاتوات في التلفزة في تونس ككورنيكور في برنامج نعرفش انا باب خاطر تعرف علاش خاطر في التلفزة زادة مية خلص والله يجب والله في بلاصة طوال بازي بازي دخلنا كيكة مضايا قوي جيس قولنا عاد على لا يناس بدبر كونترا من بعض مية خلص بي تحب تعرف علاش وجاية محمد الجاير بازي بازي قول لك انا غيزان حكينا فيها باش تقعد توا مصدوم باه حبطت وحكيت اش قالوا لي انت حاسمك مازلت صغير اصبر هذيك المشكله هذيك المشكله تاع الدنيا مش في الديجيتال اصبر شوي ما مش عارفين اللي هو في تونس انا نكذب على بعضنا الناس كون نكذب على بعضنا الديجيتال قوي ريزيكول جست قوي في صوتك اي باز باز اكيد اكيد اكبر كذبه نحن مصدقين انا تونس انا الديجيتال ولا اكون من تلفزه نحشيو فيه شوف انت حشيتو معانا خلاص طوى يضرب في كوتي سبونسور في كوتي اللي تحب عليه انت هما معناتها المارشي الكل عندهم هما احنا ريت اللي زانفيونسور بصفه عامه يوتيوبريت علاش انت برشا يوتيوبريت يوقفوا الخدمه علاش خد سي بارونتابل قرار يخدم في منتج وعليه كل شيء خدمه الكل ويخمم في ايبيزود وتعب ما عندكم حتى فكره من بعد ما سي بارونتابل يقول لك نخدم خدمه اخرى نضمن على الاقل حاجه من حاجات في بلاصه ما نقعد نعمل في فيديوهات ولا اللي هو بارابور مثلا نحكيك بارابور العرب بصفه عامه نحن انا قلت لك بوربور ناخذوا فيه وقت خساره هكا ميمسي تو فما انيماتور ستيك قال مانيش تفرجوا فيها التلفزه مي على غالب الناس قلت معناها كيفاش ماجوريتي تتفرج فيها فهمتك باهي لو جا اخر مره طلبت جوست نهضروا على السوجي على التحليل اليمن وراوريك كي تشوف نتاع عيطوا لك في ميسيون كبيره في مصر تاع فوت في تونس يقول لك راك مازال صغير تحس على الاخر وي فهمتي نتاع عرض عبيد حتى الانتروم تاعهم وكل شيء يعطيو قيمتك وفي تونس يقول لك اسمعني اصبر ماشي في الديجيتال هي اقعد استنى راك مازال صغير زيدك بالخايف زيد تعش على الشيء واش عارفين ونفس الوجوه تلقاهم ديما نتاع خي مختار اللي عنده 20 سنه في التلفزه واخر راهو معناتها سيء عبيد وفي الديلي نتاعهم وفي عنده سنين وي الوغ معناتها نعطيك مثال معناتها باش تصير عليه مشكله صحيح بين سبور قاعدة تريكروتي في دي جون وتخرج في عبيد والعبيد ذلكم قاعدين يخدموا في تونس بلوزيوغ ما تعرف بلوزيوغ كونيكوغ في تونس يخدموا طوى حاليا سواء في التلفزيون سواء في الراديو مخرجينهم بين سبور وبين سبور ريكروتيت صغار نعرف معناتها يوتيوبرات طلعوا معي في قطر يخدموا في بين سبور طوى بلي ما دامش بد بين سبور نحب نسك سؤال هذيك انسان سبيسياليتي في الكوره اخي اسكو نورمال الكوره اللي هي سبور شعبوي تاع الشعب تاع الشعب فهمني ولا اسو بوينت كلف غالي باش تفرج على ماتش وي
سيغراف انت بطولتنا درا دوتور نتاعها 8 مليارات نعم بطولتنا 8 مليارات درا دوتور ما نحكيلكش على انجلترا هذاك علاش الوطنيه ما شرتهاش هذاك علاش الوطنيه ما شرتهاش منين جاني منين جاني 8 مليارات شويه مليارات من ببليستي شوف لي حل والتاكسوات معناتها بتاع الفاتورات نتاعنا الزبي مش مجيبها المليارات نتاع الماتشوات معدين زب 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 زبي وكهر حسيلو باهي استرمي مش مغروب والله انا ماكس تي عطاك وتايتر مسروق والله والله شيء بيراتي بيراتي سؤال اخرين اللي هو ما عندوش علاقة بيك انت ميك عبد عنده شوية معلومات اسمعنا يا اخويا باللي تيست متاع الكورونا في الكوب ده فريق ما همش بالرسمي معناتها اش معناتها سيرو جاي جمعيه تلعب يقولوا يدكلاريو لي عندهم 14 كا كوفيد ولا 10 ولا 8 وكل انت والتستويت وكل ما في الاخر فما عباد قال تراهو ماهوش بالرسمي وجوست يعملوا فيها بالعاني باش ينقص الافكتيف باش يلعبوا كونتر باريزومبل الكاميرون وليكيب تاع دوك وكل اسكو الحكايه دي صحيحه ولا كيما صار مع جزر القمر بالضبط بالضبط كيما كنت حطوا مع ماتش كاميرون وجزر القمر انا وليت تزعك على الكوفيد تي وصلت ما غارديان ما عندهمش غارديان حطوا جوار غارديان ديفونسور فاز تسخف على السجراف سيد مشي هاب معناتها وقت الليل سامحني في الكاميرون هبط راسه راس الجول عمل كي دي عنده ريفلكس تاع ديفونسور باش ما ضربش كره في دي باش ما تجيش بينالتي نسيروحو على الاخر باهي نحكيو على السوجي هذايا احنا في تونس معناتها من ماتشات الاولى فاست الكوفيد والناس الكل ما تمشيش شعاونوا له كل نهار يعملوا تيست كل يوم كل يوم هي كانت تجيك تاع الكاف تاع الكوفيد كل خمس ايام تونس ولات كل يوم كل يوم تبعث تيست كل يوم تبعث تيست جرق مرقات كل مره سنه خمس ايام في خمس ايام في خمس ايام هو ما خويا لوجوا عليها يا باب طيب تعال تعال عايزه يجيني تلعب كونتر زيد وانا منظم وما نحكي لكش زين انت بعتك تاع البطوله هذه اللي صاير الكوب دافريك كوب دافريك اخيب اديسيون تاع كوب دافريك صارت وكيما قال الشاعر خويا الكبير يعطيك الصحه سامويلات سامويلاتو كوب دافريك كيسرمك راو انت تطرش عمل انت سامويل تو اللي كيما كلمه ديزانفلونسور حضرهم كونترا جوست مشي غادي يعملوا فلوك تاع شغل كاميرون باهيه كاميرون كود افريك تدوخ 6000 دولار عليه ما تا جوست باش تكذب وتقول كاميرون جاوها ب 6000 دولار علاش ما جاونيش علاش راني راني مش عارف انت نفهم هذا فهمت شو هذا فهمت نحب 6000 دولار زاد نفهم في فلوس زاد راني نسكر 6000 دولار خويا تعيشك بثخ باي زمانك 6000 دولار 9 ملايين 6000 6 شنو اوكي مريقل ريت انا قاعدين توا خويا اذا كنت تهز الكاميرون انا نعمل لايف شلبق ليميسيون نسب فيه كان في الكاميرون اوكي هكا ها مريقل اوكي قلت اخويا هكا تشات هكا لا لا ما ينساوش شلتو شدين سوشي قال لي في بيزوت عند عامين فوالا وخلصت علي سوشي وراح كي وفيت نعم ما خلص عليا حتى شيء يومين هذاك ما كليتش من يدينو كل تايم ما كليتش من يدينو انا قال لي بكري قال لي رفضت سوشي راهي صحيحه راهو باكل سوشي ما وكلنيش يودي انا قال لي واكل مالك وسايف وكلوني الميكرو دقدق باه دونك سي تريزيكو مرحبا بيك توا الى تو باش تو دي تون توا هذا صحيح وخويا دخلت في الشله ايا تو باش تتريفتي معانا وسيلو جاي باش يعطينا الفهرس تفضل سيلو الفهرس الفهرس عندنا بزايز ومن بعد عندنا قال لي قلت مش عندنا جو معنا شيء عن العصبة ده ها وي جوست بس مقبلة عم تكتب في اتاك اون تايتن اي ابيزود سابورة نيك معنا جو انت عندك جو سمري مش قطلي ليه عاد هو عنده جي عاد عندك جو سبيسيال فوت في بالو سبيسيال فوت وليتو بامريكا هكا هكا به فما نايت زادة اتبانا تو اي سيبو دي صالي عادي والله تعدي احنا مع حرية تعبير نايت اتبانا تو بسوري نايت كراونر ذاك الحب ويطير خاطر كيما الكراونر كيما جاي من الغراب ما عادش تقري راك والله اللي يهمني خلي الشباب يحكي القدر فريد القدر كل شيء القدر سعيد ديريكت الحب ويطير باه وروح باه تري تري باه الفهر السيدي اللي جاي امير كتب قال له جايش بيك زب كرز اي امير رد بالك امير كلمه اخرى تخرج على علي قال علي قال هه زبي علي برا جيك علي جيني بالفارو برا سيدي اي الفهرس خويا الفهرس زايز عن لعبة مع دهميني باه ياسين ياسين عياري ياسين عياري يتبانى ياسين عياري يتبانى متبانى كل متبانى شبيك له جاي عندي اليوم الاخرى الفيروس هذاك الفيروس على المحك على المحك برا خي يعطينا بزايز كما فدكنا شوي باش تحلق دار البزايز باه انا البزايز ولعب مع دهميني وقال لي قلت لك اعطيني جينجل ك
قتلتنا حس بلي نقص شويه ما صحفوش وتحيه لليمن نعرف يوم في كريز توا تحيه لجريس زيد وتحيه الرياض على قناه تونس 7 سيدي بسيدك بورينا التصويره نتاع الفيلم الاكثر فيلم محبوب عندي فايت كلوب. فايت كلوب احسن فيلم عندي من احسن ما عملت البشريه عملها الاله تاع السينما عندي انا دافيد فينشر اللي هو عمل ذا جيم سوشيال نتورك وبرشا فيلم زبابر سيدي بسيدك بعد 23 سنه فايت كلوب يظل جابوه قبل في السين ما يعاودوا منجوه ولاد القحبه شكون سينا سين سين الكوفرمون سينوا شاينا يا زبي شاينا نكتونا بالكورونا سكتنا لا ما قلت لك عدي انا يا قدور رجع رجع سيدي بسيدك خذيو فايت كلوب فايت كلوب كان ما نحبش نسبويلي اما جوست في الفان هو فيلم بلوز موا يحكي على الموفمون انارشيست كيفاش تكون انارشيست ونيكم الدوله ونيكم فلوسها ومعلن دونك مش باهي البروباغاند في الصين ياخش عملوا جاوا بدوا الفان حطوا كرتون نوار قال لك جاوا الحاكم وشدوا المجرمين الكل وفي الفيلم وعدوا البيت الفرح انا مسرورين شنو هو وي مسيو ونحاول فا نحاول فا فما الفان في الاخر فما ديزيموبيليتي قصه تعرف اش قال دونالد ترامب اش قال شاينا هسبي شاينا شاينا السوب الصين السوب الصين فهمني ولا لا معناتها الشيدوفر كيما هكاك مش ميم ولا حاجه لا مش تقوح بلا ربحت ومش كان حتى مهم ان رابسيدي قصوا فيه لي باساج تاع الهوموسيكسواليتي قصوا فيه الدروغ اش خليتوا فيه الفيلم هذا سيء معناتها الفيلم يحكي على حاجه صحيحه الراجل معاه هو هوموسيكسكم وزب يحب الرجال معناتها تقول لك الفيلم تنيك تنيك سيء برشا عباد تبعث لك في حب تريزيكول سين ابو زين كل شباب ولا برشا قاعدين يشكروا فيك خويا هذا كي يجي عبد يقول ما العص ما لبنيك تنقول لك معناتها اذا كان زاد يفدلك مانيش اليوم باش نقعد في تيم السينما وي السينما فما اكثر حاجه تكرزني انا في ديزني يبدو قاعدين في من الله كله ذكروا سيمبا ذاك دو دي ذاك في سيد مصور دو دي واكسبريسيف وزبور شكل عملوا ترواديك الزبي فهمني معنى سيد ماهوش اكسبريسيف ما عنده حتى معنى كي تعملوا ترواديك قول لك فيلم لايف أخ في حد شيء حي معلا ليه ديغنيغمون حبوا يعملوا بلونش نيج اللي ستنا اوكي تذكروا سمعت بها سمعت بها الحكي بها اسمع 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 باه يا اخي فما بيتر اللوجيك تعرف شو يقول هنا اللوجيك يقول باش نحيو البوسه بشوي لا خلينا نكملوا لا خلينا نفسر الحكي الكل مش بعدنا بيتر دينكليج لو ما تعرفوه الممثل اللي مثل جريج مش شو اسمه في جيم اوف ثرون تي عرفت اعطيني تصوير تذكروا تذكروا شباب في الشات وفي تكرز كرز بالحق كيفاش باش تعملوا فيلم علينا هذا دي ستيريوتيب من نايكين نتا تحكيوا على سبعه جاي قاعدين يعيشوا في غاب ويخدموا في كهف ياك هاو اسمع غايث يطير ينعم دين زبي طيروا على الزبي يطير قصوري في سحب يطير اللي يحبوا يطير اللي يطيح القدر بدي مثلا يتفرج علي في كل يسكت في افري دار هذا اسمع اسمعني اسمعني شنية الحب الباني التول عجلة رح رحمة ليه رحمة ليه رحمة ليه يودي الحب الجماعة نحن نسيبهم مسكتين وي مسيو وخلوب 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 على عجلة خلوب على عجلة سحب المحبة اتفاد ليك وسبع في بلاستها كل حق انت تعرفني يا ود نرجع الخبر سمعنا كمل نتفضل خذ راحتك كل حاجه بلاصتها سيلو جاي كل حاجه بلاصتها باه سيدي بسيدك كرز عندك تصويره الاخرى على الفيلم فهمني ولا دونك ديزني قالت اوكي عنده الحق ما يجيش ودرا شنو شنو يعملوا قالوا باش يجيبوا بلونش نيج اما لاتينو معناها ما عادش بلونش هي بلونش نيج اما سامره معناها عندنا مشكله مع اما اسمها بلونش نيج شنو هي معناها عملوا كاستينج لبلونش نيج شنو لونها بلونش نيج بلونش نيج
زبي شو هذا لعبت ليك طرد بوليميك يا اخي بدلوه وخرج حاجه زبوره والفيلم خرج عمل دخل بوكس اوفيس وشي جو فيلم كامل بدلو حلو في شتر وقديه وبدلو وي من عشت له مشان يركب في الحكاية هذه الجرافيكي الزبي الكور بتاع الحكاية الكور اللي هي لستنا واللي هي كل واحد فيهم عنده خدمة وكل يمشيوا الغابة ويرجعوا لها وعملوا معها البي وكل نمسيه ما عنده حتى معنا سبت كل عايشين في دار يا ولدي انصنفوه هي هو ديستيني للصغار يلو جاي زادة ما تنسيهش الحكاية هذه انا كي كنت صغير ما كنتش خمم اللي هي ما عنده حتى معنا وش معنا سبع جاري خليمة واحدة بعضهم ما كنتش خمم فيها ما برجو ليا السمبوليك بتاع الحكاية بتاع الفيلم في هذيك زادة هكا ولي كيفاش خافوا عليها وكيفاش هزوها وحطوها فك الواحد البلار وكله يبكي والكل ما تزبيت جيت نحيهم بعد على خطر تشبي زبورة من الدنيا ولا هكاية كي الزبي اللي هذا تفعلي أنا خايف عند نحكي نهار الزبي كي ويجي الطاولة والكرسي بدو يعملوا حملة كونتر زبي يقولك سبيت الطاولة والكرسي كل شيء وقت شكو منه نعم دي الزبي فما ضحكني أحمد قال لك وقتها تخلق الجانج بانك والله ليه بلاستو على الخير أذما مساجد زبابر تقول أسمع باش نحكي على الصفرة التاكسيات يكرزوا لعبات الصفر يكرزوا ليزازياتيكي كارتي فك لا يا راسيست لا يا راسيست يا ولدي انت قلت باش نحكي على الكار الصفراء الزبي تفك على نمي كل شيء كرز في الدنيا لازم بزي عندك شيء عطيك اكزامبل كانك معناتها في غواليون سيب ما ترجعوا كلب ولا نعرفش في هذا كيف جيبوا كلب مو حي بالحق فهمتني تقول له حبش يعود ما ترى لذاك وي عادي على الاخر عادي مش هيك هي المشكله تاعش مكرزني في ديزني زي بيعملوا حاجه جديده الوليد اي ذكروني في الوطنيه جمر البيت جمر البيت شوف لي حال شوف لي حال باقه شوف لي حال قال لك هذا البيض شوف لي حال قال لك هذا البيض مشي تو الوطنيه زي البيض زي عادوا فيه فرشت فيه بالمزمر 6 مرات انا فيديو هيك كل تو مزري عادوا فيه وي هو بار اكزومبل احمد ريابي مات طاح سايبه ما يتفرش في حد شعمل رجع زبي رجع طول لا لا فاتلك وتحية للريابي زبي صحبي دو يستنوا فيها أكثر من الكوب دي موضي ظل اي والله انا بدي نستنى فيها معناتها وهي وتنسي في الكاميرا باه ديجا فما مناش ألف قديش قديم تفرجوا توا 1006 نزل على بيعك الستة اللي جاوا يكركوا مرحبا بكم الاولاد مرحبا منورينا تري بيان ليش عندنا بزايس بور لاستوب كهو ما تمشي على روحك اليوم عطى اليوم جيت كيف راح تبين لو جايه والله ما لقيت شيء انتريسون صدقني ما لقيت شيء انتريسون بربي على ذكر ديزني قبلك قاعدين نحكيوا في بالك فما اخبار هبط على برشا ميديا كل قالك ديزني باش تحل في تونس في الصيف ايوه البارك تسمع جوستو ها ها هذا تونسي صحيح يسأل سؤال كيما هكا ايبا كي تحل تكليكي على تيكرو تدخل تلقاهم باش يعملوا بوكين تاع ديزني تاع التلفزه ديزني بلس ديزني بلس باش يحلوه في تونس شري ليغال لازم تخلصوا في تونس وكله تشري كل ايبا لعبت في الكومونتات الكل تحكي على البارك وتحكي على تبييض الاموال وتحكي على الفلوس نتاع الدوله وين ماشيه وتونسي ما لقاش خبزه وانتم تحلوا لنا في ديزني بارك والزبي فما واحد جاي والله فما واحد جبني عجبني على الاخر قال فهمتوا علاش ديزني مش تحل بارك في تونس خطر لعبت من باتكليك على من بات اي ميك من باتكليك على ميك راهو المره اللي فاتت ريت ارتيكر نندفي ايه شو ما كاه قال لك سالوا ما اللي كتبوا قالوا التوانسه ما يقراوش كتب شو كي حاجه مش باه انا بدي من ساعات نكرز كيف جنيش الكتاب نقرا صفحتين وبعد مانيش مستانس الكل نقرا قران يزيني اسيبي يزم لك كذب بصورة ماما كتجيب لك كتاب قران ما تقراهش يزم لك كذب فما كلمين اللي ضحك هذيك هي اللي بتاع عندكم شي كتاب شنو يفرها بكل اخي جاي واحد قال له انصحك بالقران الكريم قال له كري ما حشتيش بنصيحتك باش نتقرب من الله قال عصب عليك والله انت حسيت حي معمر خير والله سيفو باه الفقره اللي بعد اخويا شنو الاخبار وريني ذكر اما نرجع اه وي سيفري سيفري خطر طاحني في الـ في الـ في الماء هاي الحكايه ذي زبيبر على الاخر اون امريكان من ميشيغان من اليمن سيدي بسيدك ربحت في اللوتري نتاعهم 3 مليون دولار 3 مليون دولار ذوكم كفي لقاتو في لقاتو الميل في السبام برسمي قات الميل في السبام وقداش عندها الحكايه عندي عندي برشا التوت هذه صافي قداش لقت معناتها هاي ذولي حلبتوا بالوقت قبل ما تعدل تصور انت في 3 مليون دولار مطيشين في السبام باه عنده الحق والميل يجي يقول لك ربحت حطك في السبام بكسر الزب وبرش يزب الحشويه تحطه في السبام
دوك برشلونه عندي برشا ميروات انت ربحت معنا بدا قداش نمشي نحل برشا جوست الفرق جوست الفرق اللي اني شركت هيك رقم ميساج هجيك في التليفون اجري اجري يا جرت عمالي كنا جرى عمالي انا ذكر فما عام جي ميساج للوالد تحيه لها ممشي اشترب ان شاء الله ما تتفرش ان شاء الله ما تتفرش ردي فضل لك عايشك فضلك ما عندك عايشك ربي يخليك جي ميساج vous avez gagné un voyage 10000 دينار et une voiture عندك سبوا لي كارت سبوا لي يا ربي يهديك والله يكشفي والله كذب ولا سبوا لي 20 دينار يا امي غادي عملنا كوميت سبوا لي 20 صابين الامريكي برا اقنع هات هات 20 دينار مشيت صابت لها 20 دينار Bonjour, vous avez gagné une voiture. Les enfants seront heureux. Tut tut. Faites le flou. Amel que l'air a dû aller. C'est bien, mais quand on a travaillé. ظاهرة معناها ظاهرة وي كيما الكليشيه نتاع قبل لك الشجرة مكتوب عليها الله وكل حكيت سبحان الله استنى باش نذكركم بواحدة كان لي ضربت كتب قرآن يخلي توازغ هذيك تابلو هذيك عملت كلها تصلي وقتها تابلو سليت عم ستونكس متعودش هذيك صعبني قلت وقت شباب نذكر انا خدت اذكر انا صغير تكبست كبسة قبل من هناك صغير انت عشرة اثناش هكيك تاول لازم نصلي تاع صايب تاع حالا انت مريق راهي جاوي به ديما كتاب قرآن في الساك وتحملو ديما تحرك به تاع قبل ما ندخل والاغنيه الشهيره الا صليتي هذيك خليها يا حسره والله يا حسره جست قبل ما ندخل في الكويز فبا عبد كتب كومنتير تري انتريسون قال على اساس احنا نخلصوا في نتفليكس باش نخلصوا ديزني بلس وعنده الحق باهي عنده الحق لحظه شامبو هنا خويا علاش رايك غلط الكبير يا اسمك الكبير ما علاش غلط خويا على خاطر برجو ليا احنا في تونس استنسنا بالسرقه ما عادش منشيو حتى شيء وناخذ في كل شيء مسلم جو تهبط ناخذها بلاش كنت نتفليكس انقحفو الزبي يا اخي في بالكم معناتها الايكونومي نتاع العالم توا هو مش نتاع العالم اما الايكونومي نتاع لي سوسيتي هذوما قاعدين ماشيين ملي لابونمون قدروا كونت غادي فوالا في كونت الزبي هو المشكله انا نحكي ونقحف كونت اما شنيا يا الزبي توا انا واحد من الناس توا تسامحني انت لو جاي كي تجي انت نهار تحب تعمل كونتوني في بلاتفورم بيونت جيك تقترح عليك باش تعطيك فلوس وجي انت باش تعمل كونتوني في بلاتفورم بيونت في بالك الناس الكل هذوما الكل يبعثوك تنايك ولا وحتى واحد ما يجي يتفرج حتى واحد نزيدك فاز اخرى ما يخلص حد نزيدك فاز اخرى زبوره تعمل فيلم للمسار مثلا تحبوا عشو ذوذ الزبي هذيك هذيك الزبي بربي بربي فرشت فيه الفيلم يا لو جاي فيلم عادي على الاخر ما تفرش فيها عادي على الاخر احكيو اشراب انيك قضايا خيانة وشذوذ نتاع العادي تعرف بوليميك صارت في مصر هاي بوليميك مش تنايك مسكينة راهو مش نورمال تقول الزبي صار تعرف نتفرش في اللقطة نتاع البورنو المون 18 اللي بتصير انا نستنى فيها باش يكون والله باش تقول امه واش تشوف باش تقول حاجة كيما كان محمد عمل الزب من في ترمت من الزبي وليه وشفتهم هنا مطولين عمل معناتك في الجروبات نتاع المصار ونتاع الانيم وكل في السيريات والافلام وكل يتفرجوا في جيم اوف ثرون يتفرجوا في اليت نورمال منى زكي تقول للزبي انت درا شنو هو مش عاداتنا وذا حرام وذا حتى توينسة زيادة حتى ساعات يعني عزمنا تذكر برسي بوليس هدي نعطيك اكزامبل هدي تفرش ستكس ادوكيشن نورمال عنده هو لندن هذيك فرير مش عنا نحن سيرية عادية يشوف لك مسلسل تونسي معناتها في لقطة نتاع فيلم سيف عمام في لقطة نتاع بوسة تتعدى ولا اللي هو ولا ليه اي نعطيك فاز الضحك توينسة كل يوم نسبوا هكا ولا شكون يخرج نهار ويسمع السب اي برا عاد اسمع يتعدى في فيلم الزب يخرج مزيد يود القحبه يود القحبه يجيب كذب غلبه يرجع بس معطيه نفيق كبير عرفتك اللي نتفرجوا في الغرب وامريكا وسبي نورمال هذوكم مثال خاطرهم هما كفار نورمال تفرجوا في تبويشهم وفي وبنتهم تفرجوا فيهم نورمال اما في تونس معلش الشيء هذا يا كيزيو بلا توفيق مانيش نحكي على الشباب اللي تفرج في الشات لا الشباب نتاعنا هذوكم يحب الامر نحكي على نتاع زبي اللي يحكيوا على كل فيلم وزبي وعاملين فيها هذا شنو حسيلو خويا ندخلوا في الكويز نتاعنا وي نبدا سيدي مرحبا لحظه ما دامك كيما يقول لك ليه نيك منيكش فما الخارطة اي خارطة ولا العكس ساعات العكس فهمتني باهي يا خويا دونك باش نبداو في الكويز
لولاني خويا وهذا ماذا بيا كان نحب نشوف الاشياء المشاركه بتاع الناس الكل. اذا كان فما بيت تفهم في الكره مرحبا، اذا كان فماش عارف شاركوا اعطيهم الوقت يشاركوا ولا به. دونك سيدي لو جايب باش نسالك سؤال نيميرو 1 خبرني شنو نزلت ريزيكو ولا مشكله سيدي هذا قبيل حكيت معاه في القهوه طلع ملم برشا فهمت شتجا تسني انا علاش تكون تعرفهم لو جايب وقتاش تونس هزت الكوب دافريك في عام 2002 2004 والا 2006 لوجاي عشتها راك ما تبداش تفسك على تريزيغول عشتها لوجاي 2004 صحيح كومونتير كومونتير ديك كسرة كومونتير اسمعني ليه شباب شباب جيت باش ندق عليها ورميت عيني على اليسار هكا عملت يا ميرو ليه مش حل هكا وان شاء الله وان شاء الله 2022 دريك ليش نعرف يا بابا يا بابا خبها دريك بدك شبالي بدك شربكم ريت ريت تقول شا فهمش الكورة الحاج به هاي سيرو جاي تقول فهمني امشي لعبك كنت تحشل لي وقته تونس ربحت نيجيريا اول مرة في طرح مش بنالتيات نهار السبت نحكيو على ماتش اوفيسيال تبع كان راه او معنا مسيو كورة فازي نحكيو على ماتش اوفيسيال كوب دافريك مش نحكيو على ماتش اميكال لا لا خطا انا ما حطيتش ابارامون هاي باهي داكوردو داكوردو يعطيكم الصحة دونك باهي نهار السبت نهار السبت ولا الحد هو نهار السبت نهار السبت اوكي نهار السبت نهار الحد مش نهار نهار الحد بالامانه تي واحد مش عامل ميبر حرقوا عملوا سكوتش نهار لحدنا 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 بيه غلط فيه بيه اوكي معناتها انت تقصد اخر مرة اخر مرة اخر مرة بيه سكون اكثر جمعية هزت تشامبيونز ليج في الاوروب ميلان ريال مدريد ولا ليفربول خم من خم خمسة. ريال 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 الريال مدريد دورت البي سي خويا اول نومرو لعب بيه كريستيانو رونالدو كرارسي هاي نحيو اللعبة نحيو اللعبة وركز نخرجوا من اللايف نمشيو ديريك تشمزير عاد باهي خويا دوك النمرو بتاع كريستيانو رونالدو خويا 10 والا 28 ولا 7 سهلة عاد لجة سهلة اللجة هي سهلة اللجة كريس صدق 7 جورجينا سبعة تنحى البي سي سبحان الله صح صحيح تنحى البي سي ولا يغلق يا حيين يا حيين كيفاش يا حيين قديش 28 وي قول له مع قديش مع سبورت انجلش بونا سيزون 2002 2003 اش قول لك خويا موسوعة اي با وي ويكيبيديا نتاع الفوت لا لا فما عباد والله فما عباد غلط فما عباد برشا قلت يعطيكم الصحة فما برشا ثقافة نتاع الفوت فما اكيد اكيد حلل ويكيبيديا بجنبهم به قديما مرة تونس لعبت فينال كوب دافريك مرة ولا اثنين ولا ثلاثة شو تعاونك كابش تعاونك فما مرة ديجا هذيك باز اللي هزت فيها هاني عاونت على كسيما جاوبت عليها كي سي اللي هزت فيها تونس تونس مش هزت كوب دافريك عزم الكات هذيك مرة اي مرة مرة ربح لا قديش لعبت فينال قد خلت الفينال ثلاثة مرات يا بابا يا بابا صاحبي والله صاحبي ثلاثة مرات وين وين لا لا تونسي اعطيني العوام اعطيني العوام 2004 و 2004 2012 كمل كمل 2022 ان شاء الله ان شاء الله اعطيك
الاول كونتر غانا 65 ومن بعد لعبنا كونتر جنوب افريقيا 96 ظهر 92 واحده فيهم و 2004 زوز خسرناهم، خسرنا بينانتيات مع غانا وخسرنا مع جنوب افريقيا 2 بلاش. وقت جينا 2004 2004 ربحنا المغرب 2-1 اوكي 96 اكزاكتو. مانيش كمان طول برشا في الجوب قالي قلت لك باش نسالك رجاي قداش لعبت تونس اللي صف فاش ما يقعد شكون الجوار التونسي النوميني البالون دور المونديال موجود معناتها في الليست نوميني في الليست طارق ذياب اسمعني تليفون ليه لا 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 جوست نحضر فيك اللي قلت لك طارق ذياب حاتم طرابلسي عبد الكريم العوجي فخر الدين قلبي عطي قرب لي نجم نتصل بصديق شكون صديق باش يوريكم الثقافة متاع لوجي محدودة برشا في الكورة سميت له زوز مش لوجيك وزوز لوجيك زوز لوجيك متاع عندي حتى ربع فكرة ريتك تقول لي لسامي مخي ميجيبهم شتا لا انا اللي سميتهم كل معاتش يكاورو معاتش يكاورو دوما كل يا زب تعطيوني يعاونوني يوما انتو اللي حرف لولاني اسمعني باي لوجي تعفو حاطن ترابلتي لابونتير نوار تعرف حاتم طرابلسي ولا مونتي نوار اي نعرف يعيش في الغابه و... ليه حاتم طرابلسي تعرفوش عفوشة نو باهي حاتم طرابلسي هو السيد اللي هو كان نوميني البالون دور مونديال في الليستا معناتها والسيد هذايا لعب مع اجاكس وكان من احسن من احسن لزارير جوتش في تونس معناتها في التاريخ خويا ريدرو ولعب مع زلاتان ولعب مع ميدو نيفو بعد لعب في السيتي لعب مانشستر سيتي وكل شو تعلموا خويا وطارق ذياب خذ بالون دور افريكا ما نعرفش في بالك مشيت بريود خدمت في الكوره معليش مفهوم ها وي يظهر لي يظهر لي بقيت اوكي 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 وسمحنا من فوق قلقناك ها منع فيه منع فيه سيبوزي لي كتي سيبوزي تعملوا كويس كيس انا عاد لحظه لحظه في ماني قعدت معاه في القهوه يحكي معايا بالتاريخ وبالسكور باللس يحكي معايا بالسكور كوريكت نتاع عام 77 يا لوجي راهو يا ناس دي كويس نتاعك تريزي جود احكي لي على تحب نلعب وتروح كويس بوكيمون ورا جاي والله والله برا اخويا تاع داو قال لي قلت لك يعطيني غايث غايث يتبانى غايث يتبانى غايث يتبانى مش يعرف مش يعرف قيمة الكورة معناها طاف قالها طاف علاش قال يتبانى 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 غايث رجعونا قال لي قصوري ندعنا لك عدد الديجيتال قال رجعونا قال لي قلت لك غايث يتبانى أمريكا بس لونا خطر له جاي بهيم شوية يتبانى توريك القحب والبهيم أنا أنا كان عندي البهيم وعندي القحب زاد تعرفوا ربي باهي خويا الزبي مرحبا بكم في قالي قلت لك يا لوجي ما عادش تغزل الكومنتات سيف والله شنيك العمر يا اخي ايش صار ملا ترى نورمال قال دهما مرز العصك نقص متزبزيب اي لحظه مانيش منقص متزبزيب وروح نيك ايش قولك فيها وبرا اخرج من اللايف كان مش عاجبك ايش قولك فيها زبي اي لا تي ليه حبيت نعمل لوج بيرسوناج لوجاي فهمت اما انا اقعد اتفرج صاحبي احنا نقبل حريه التعبير زبي تفرج على شنو انا شرقت نموت سلمي بابا الغالي اكسبو كونسير سيدا يرا في جعبك باه برشا جاني دي ميل بيزارمون انونيم باي اما باش نقرا لكم ميل مش انونيم اه ولا معلومه حطوا بيه استنى انا جوست نذكر القصه باش ما نكلاش عم اوكي هذه قصه زبون باه مسيو اس اعطيني الاسم سامي لا سمير لا سليم 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 باه مره عمد الباق قاعد في الصاله انا وطفله وطفل صاحبي انريفزو باه انا والطفله بيناتنا استوريك وقديم اي وقعدنا بجنب بعض يا اخي الجو بدا يسخن و اي والتونسيون مضروبه عرفتك تعاود لي عاود فما ثلاثه من الناس سيد وطفله وصديقه فما استوريك بينات فما استوريك بينات وطفله والتونسيون بدات تتحسك اي فما شراره بدات باش تلحم اللي هي بلغه الجن سبارك تفضل يا اخي غزرت لصاحبي وعملت له سيني نتاع
الرجل اخرج نتاع ترتنا يخرج يمشي حال حزام يوم لسعاد يوم لس يمشي فرير يمشي صيب يمشي يخرج يخوي مخي ابو كل حشيش قحرت له ضربته بساقي في الطاولة شيء ما حبش يتحرك حكيت لحتي شيء ما حبش يفهم في الاخر جات العين في العين غزرت له غزرة متاع موت فريزر لازر ياخي قعد يغزر لي شوية ومن بعد قام يلم في دبشه فهم روح الحمد لله يا ربي ركز معنا ترزيقول جبد الساك وحلها انا فرحت قلت سيبون باش يخرج ياخي السيد جبد كاسكروت من الساك طاح ياكل وغزل له وعمله تحب لا يفني اوكي فما ساغيب تصور برشا شباب السيد ما يفهمش روحه ياسر طاع فما انا غير ساغيف ساغيف ما فهم وش على غير سيبي يا مان توصلوا غزرة هكا بتاع هكا يا معلم ديكاش فريد واضح حتى كانوا بهيم يقولوا ما فهمتكش شبيك عينك اذا من باع ملايخ شبيك عينك ترفك متخلق مريضة لا ما والله ما نعرفش والله ما نعرف كرسي مسيو ام مهدي لا اسم عاد اكثر اسم متسمى في العالم لحظة اسم سيالت محمد مصعب مصعب سي مصعب بتعدل اكثر شكون على شكون يحكي مصعب شكون مصعب بس مش نحكيه دزول الشباب خاطر يمكن يرجعوا يمكن يمكن يرجعوا بس نحشنا بهم فحشتوا اما كان فما صديق يوتيوبر وعارفوا اللي اسمه باه كلموك سر انت هو قاعد شكون ما كلموش عطيك العالم لا علي لا علي الكون كل الديجيتال كل باه اي سيدي بنسيتك فما مره انا والطفله في الكهرباء وبويسكم فماش لوكال دو بوا دمعه سكر الواحد مريك شو اسمه هذاك الواحد نسيت اسمه يبكي اسمه ليه القوس ميرسي وبنت الناس يرحم والدها عملت لي بلوجو يرحم والدي والدها هاي خويا عجبني السيد يعرف لي البلوجو حاجه لازمك بالحق تعب تعملها بالحق باش تحط كائن ذكري في كسختك لازمها معناها محبه واصرار لازم عرفت طب يفضلها مش تحط كتله في فمك يا زلمه مرزح ايه لا عم بقلت اللوكال كنت صورت على اللايف كتله وفمه راح كيفوه ترزي كل فتره الكونتور زي ما عليك مزير ترش حطوا ترش ماشي كمل هيك عدى معنى الطفله الفولون في راسها اوكي هذا دي تايم بعد رجعوا عدى مرجوه دار شي راجل كرهبة كملوا الافير نتاعهم وصلوا الكرهبة فهمني ولا خضربوه مرجوه بعد شويه جا السيد جابوه بو محمد ذا عمك حم قال له يا اخي اش بيه فما شعر برشا شعر بتاع بنات في الكهرباء قالوا ما نوصل صحابي ولاد وبنات من اللي كنا اخوات وزبي كل لغه هذيك قالوا بلا تنجم توصي صحابك البنات يبعثوا شعرها مع الفولون حيد 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 عرفت انت عرفتك صمت صمت اللطف انت اي كتب بنا فين هي انت حلبت عليك سب العرق شي شي تتحرك وعملت قطيعه مع العبد الصمد فهمني ولا اللي هو المعلم اللي نقد شنو ويني عرفت سن اللي قدم بيا قضيه في الاهمال وي وي عنده الحق عنده الحق دونك هو اللي يعجبك في الفيديو قبل والدين سيرتو الاب ديما يحلب كل شيء فيديو بقول قديمه نتاعك انا هاي انها سليمه اي انها سليمه لجلوستي انا وعنده الريفيرونس سيرسو دهمين نعطيك واللي لليلتك يا ذهبي والله لازمنا اسمعني لازمنا ابيزود الانسيان لازمنا قلت لك بعثتني نايك امان والله قلت لك بعثتني نايك والله
والله يا مالي فات جيكس في فورما ما عادش يمشي ودرشنا هو لا 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 اسمعني شباب بالحق اجا خلينا نفضها تون اكتبوا الكومنتير تون نقراو مع بعض اسكو الفيكسيون معناها مخك عجا كيما كنت قبل راي تعب مش نورمال وده مين يسير تعب معناها فيديو تراو فما فيديو قعدت عام نصور فيها عام قصيت هذا بخل راهو هذا بخل لا مش بخل وقتها جانا مرشي اورانج وما نجمش في برشا سبان اورانج ما تحبش مش عارف سبونسر هذا اختها سميلي ما سميلي صح البرتقاله برتقاله هذيك صح بربي معلومه وقتها جاك مارشي اورانج كمل تضحك غادي كمل لا خطر لا ما تبداش تجمع اي قلبتك يا اخويا قلبتك جانا قلبتك جانا مارشي قلبتك وتعرض لي في الدور مريق لك قلت قلبتني انا يا اخويا قلبتك انا قلبتك باهي حسيله اسمعنا اسمعنا عبد متصالحين احنا الان ورجاي الكوب الوحيدين في اليوتيوب اللي حتى كي نتعاركوا على فلوس ولا نقلوا معنا فلوس نقعدوا نرقبوا فيديوهاتكم مع تاع نقعدوا اصحاب رجع عندنا فيديو سي المونتور الغول فهمني ولا من غير ما نسمي اسمه خدم خدمه ترعب ما مش ترعب سافا خدمه تابلة انت سالت سؤال وعطته من ايكو راهو قلت قبل الخير قبل الخير قبل الخير قبل خير أخو أحسن فيديو جاب فيوز سلبق الفانفوعي قلت لك قلت لك وليت عطال سلبق لي سلبق لي مش سلبق أنا حب نحن نتلهم فيهم شوي مش حال عملوا جاي عطا برشا ميمز نتاع بومر في القلي قلت جاي راو ديما يعطي ميمز نتاع بومر أنا عطيت ميمز أما جوز بابلو يضحك ياك هاو فما تريو بيتس قال كومنتر والله في بلاصتو قال هذاك علاش عملت شير وحدك لا لا علاش عملت شي وحدي على خاطر فما الكونسيبت انا حبيت نكمل نخدم فيه لو جاي ما حبش تو سامبلومون لو جاي جاتو بيريود ما عادش يحب يخدم وانا نحب نكمل نخدم لذلك نحكي في ما نحبش نكمل ما نحبش نكمل نخدم في بوخك عجا وحدي قدور الزبي قاعد نحكي قاعد يحكي الراجل قاعد يفرق قاعد يفرق قاعد يفرق لا خاطر يزمني نحكي لك كذا باش تعبت تعرف دونك لو جاي ما حبش يكمل يخدم جات بيريود يا خويا ما عادش عينه باش يهبط حتى شيء وتفكر بيريود هذيك وبيريود لو جاي تعطي بيريود خايبه فكرتها ولا دونك انا حبيت نخدم حبش كم نخطف مخك عجة متسمي على لو جاي يخي عنده الحق قال لك أحمد يخي تحشلك في الشين دبرت منها فلوس على مطر حساس دبرت منها فلوس شين هذيك أخوي قصة طويلة قصة طويلة تحسير لا علينا أوتو كاين لو جاي جمين تعالك تبوسة مكسا لا نغير دورة كارني أخيرو لي حسابي معاكم تحمل جيو موسوك مراش انت شنو ما صارت لكش حتى محاوله تاع فيرا تاج انا صار لي حاجه ما اقوى شنو تذكير شين اوف سترايك وما درنا نحكيو هكا نحكي الفيفا ضربتك فازي فازي فرق قلب قال لي قلت لك تحكي تحب الفيفا راه يتفرج بالك العب دي يتفرج نقولوا هكا ايه حلو مزيك ايش تعملها على خاطر عبد ذا خدمت انا ويا مارشي ما تاع خدمه خرجوا من مرشي وموضوع خدمه ما تدري اللي قال مشي ديريكت ريبورت تاني ضربت ستريك ويت هايت 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 وفي اليوتيوب اللي سبقنا على هو يتعدى على فكره الريبورت مش تاع يوتيوب مش البوت تاع اليوتيوب الريبورت مانيوال تاع عبد يكتب حاجه كامله ما تكتب كما نقولوا باراجراف كامل وبعثه لهم رابور ما رابور كامل مضرب السفود انت حطني فيه معاهم راس باش تموت تصور انت ترى بدو ستريك ويت ورا بعضهم تاع قاعده كذا جاني ستريك ثاني ثالث ما تعرف شين تسكر نحكيو على شين فيها 120 هما يخليوكش تهبط ثاني وقت بريود هما ورا بعضهم جاوني نتاع ثالثة قال لي راك تسكر صارت نحط فيديوهات كلهم بريفي وبقيت ثلاث شهور ما نخدمش وركحت الجو وراه نحكي كذا راه في بريود راه تعبت في البيك نتاعو راه اي لا ثلاث شهور اليوتيوب ما تجيش نعم نعم بابا نعم. شكون من هو انت شكونك انت من شكون ما تعرف حد باهي دونك دونك اي لو جاي تنعملوا حلقه اولد سكول لا لا ندبتيو فورما ونجيبوا شباب نتاعنا نتاعنا صح مشيت ميزون دوت تو عندي ثلاثه جمعات مع جيكس خليل يبا جيكس هو اللي مثل الفيديو نتاع قال ايوا تفرج جيكس عاد تفرج دونك قال كفيديو نتاع قال انا الطحين وكل كي هبطوا في ستوري برشا عباد يا حسره يا حسره برجوله يا معناتها حبيت تفكروا باه باش نقرا لكم ميل هي مش قصه ضحك ما نجمو ندخلوا في ديبا فيها ونسكروا بها جالي جوتلك جالي جوتلك سيدك بسيدك مدام ان مانيش نقولوا الحكايه مانيش نقولوا الاسم سلام وجاي دهما الى انفيتي دو سو لايف جيسبر كو فو بورتي بيان انتوما والعزيز عليكم على يهتك باه باش نريزومي القصه خاطر ميل طويل ياسر سيدي بسيدك تحكينا اللي هي عايشه صديقه اميتي عذريه هي ومخلوق عندهم 10 سنين علاقة صديق 10 سنين مش شوية هو يقرأ البر وكل ما يجي يتقابله وبينتها ما كل المسين تكتيل العادي أوكي حال عادي حال عادي أطرطان
تعرفت على برشا اولاد منهم واحد تحفون محليه ويحبني مش نرمال ويعيش كيف كيف البرة تضرب كين البرة المدموسة وعمر برة لسقفة عندها ينزم يكون في نيجيريا وعمر 30 سنة مش متاع يتبولد ولا حاجة استنى 30 سنة يحبوا يتبولد جس ميساج مش تاع يتبولد ودخنين في رولاسيون سيريوس اوكي هو السيد زادة صديقة ذي للبرة عنده مدام وبشي على ابواب عرس فهمني ولا امشي وزمان ويجي زمان يرجع لصديقها من الخارج وتقابلوا كالعاده اما المره هذه قال لها جبينا عمر اخي عمرك ما حبيتني وجبينا عمرنا ما جربنا حتى شيء انا وياك باه سوك السؤال تسال عادي خاطر اما انتبه صديقه ما بينت راجل ومراه فهدي ليميت وي تفدي ليميت ولا حاجه صحيح ما تدخلنا في موضوع اخر هكا معقول المشكله فيش اللي صار كونتاكت او تنتر تنتن تنتن تو كابري تو هامي تو هامي نحيت هالهامي وما اسمعش ولي بابا اي لاس الكرونو معنا نخرج من قصتنا سيدي بسيدك صارت لو بيسو الفازه فهمني وسيد قال راني مش مسلم فيك وكي نرجع باش نزيدو نحكيو فيه الموضوع معقول انا توش نعم جو مو سون كوبابل خاطر ما حكيت لحد و اونتر طون جو فو با غاشي اون اميتي كي كونت فريمون بور موا نعرف اللي كان باش يجي باش نيكو الحاله خاطر فما اون اتراكتيفيتي فيزيك سيكسويل سو كون با با لوني بيان سور كو مش باش نقص وهو كيف كيف برشا عشايش لي زونفون فهمني ولا اسمع يا اخي نسيب نسيب في قحبي ولا ريبونس واضحه بوان دانتروغاسيون ميرسي بور فوتر طون كومبريونسي معناها مانيش عارف اسكو تجرب اي با جرب بيان سور بدا فما اتراكسيون جرب راهو مادام فيلينغ ماشي بيناتكم 80% ولا 90% من التلاق راهو من الاتراكسيون سيكسويال اللي ماهيش قاعده صايره راهي و بلوس ما يعرفوش بعضهم ما يعرفوش بعضهم وما يعرفوش عندي انا معناتها خص عليك دهما سامحني ساعات راه تنجم تكون هذا الطفل نتاع ما عينيش طارت معاه حتى ما عينيش يسون با كومباتيبل فهمت ما همش كومباتيبل دونك يكتشفوا هذه الحكايه هذه بعد العرس وكل دونك تولي فما مشكله بتاع طلاق باكي انتوما كومباتيبل من الاول جربوا علاش شو خاسرين وابريتو كان ما فاتش بالباهي راهي تقعد اكسبيريونس معناتها ماهيش ما تنساش العقد اللي عندنا في تونس تنساش بون هي ما تحبش تخسر اميتي قالت لك وكل مي بون اسمعني انا من رايي جربوا اوزموا في الحكايه هذوما اوزموا على خاطر تقعدوا هكايا تجربوا خبري تقعدوا ديزامي ديزامي وفما الشعلة بيناتكم محيط عرفت هو سخوني فور يا سخوني فور تعرفت شعره لا انا جوست احب اقول انه حتى صديق صديق بصفه حتى بنت راجل وراجل يجي وقت وتوف الايام تفرقكم كل واحد يشد بياس ويتلي فهمني ولا في بالك مرا وراجل مش وقت بشوف معناها كان خايف على صديقه بشتوفه راه حتى كيف كيف كيما العلاقه بشوفها وزوز دونك كان فما شانس تيحوا مع بعضكم علاش لي انا ديما نقول كان فما شانس تو دو لا سيزير تعيش بال جربت خير من اللي تعدي حيت كنت تقول كان عمل ومريت مشكله هذه عندنا في تونس نتاع ساعات تلقى عباد معناتها استنى للعرس باش يعيش اول اكسبيريونس لي ريت اول نهار لي نتاع كملت هذا اخي عرفت كيما كلمه نتاع فيس عديت الحكايه تك تك نتاع ما عنده حتى اكسبيريونس ولينا اون بلوس يعرفوا بعضهم يعرفوا اما تاجني المشكله صغيره يعرفوا كل شيء على بعض فما حد شيء شوف اذا كل شيء كان باش يخرجوا مع بعضهم راهو لج راهم زوز موافقين على لو فات كانوا يعرفوا كل شيء على بعضهم وراضين بس نتاع بعضهم هذيك الحاجه اللي بيريت مادام معناتها زوز معناتها ماشيين معناتها عارفين الحكايه هذيك وزوز موافقين عليها معناتها كان جات كان جاي هو يحب وانت ليه نقول لك صح اما زوز معناتها بور الحكايه هذيك فازي سي جوست تريز ايغول يحكي في حاجه اخرى بخلاف الفوت معناتها جوست نجاوب على العباد تقول انه حرام اللي ما يحبش اللي يظل له حرام يعملهاش يعطيك الصحه تغذي معناتها حد ما قالك ايش اعمل بسيف ايش
نيك الحال نيك الحال بوش تعرفونا توا تعرفوني انا وجاي وتعرفوا اللايف هذايا ولا تقول لي سيدي تعرفوا المونتاليتي يا اخي اول مره نزبي نحكي اول مره نعطي مواضيع قدامكم بوس 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 جلغتها جلغتها جلغتي جلغتي نجم نحكي على مواضيع بكري فاست نتاع في افلام توانسه يقول لك لا حرام وفي افلام البر نفس نفس السوجي نتاع جلغتهم جلغتوا بعضكم يا شوفو هو بيدو بهت جلغيت هو بيدو يقول حرام راه كي تجي والله سي با طون شوا فرير مش انت متحبس يروحوا مساليم كل يوم او الرسول فماليس فماليس قال بلاي شباب شويه كلام زي تحيه لايف 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 تشويق على لايف بالله لايف هذا اللي بيتم تاعنا نتاع اللايف هبلوا لي عليه سبع ثواني اللايف اللي فات خويا سنه نتقابلوا في الخير قلت لي في اكسبريس ما لا مو جيكس لا لا ذي في اكسبريس ذي تتقابل قدور نحينا شوفوا من على قريب بلوكنات الطيش لم بيروك لم بيروك عش ولدي حب شوف منظري لا تبلوك قدوش سي سي مهمشة مهمشة فلاقل فلاقل مهم شو يا قدور يا قدور يا حلوف سيدي بسيدك تنعملوا نعملوا عريضة فهمني ولا قبيله نيت مساج مهم ياس هو شكون كتب قال كيفاش نعمل دونيش دونك الريب نتاعي استني اون بريفي نعطيك نعطيك الريب نتاعي نعطيكم معنا حتى مشكله مشكلتنا في تونس اللي فاست نتاع يوتيوب شات دونيش الفريق فبلك جربت تويتش شهرين ضربهم دهماني ضربهم دهماني ما كشفت بهم الام بي لا ملحق ما شيتش هذوكم تاع هذوكم تاع اربع سعودي شنو بعمل شنو بعمل بيه ما تصدقش تبوس على الفاز باهي خويا خدمة شهرين 50 اورو خويا ما في باليش موضوع برتقالة ننساوها ام بي اي 2022 اللي هبطت هذيك مش هبطت فري نلعب ام بي اي بارسلونا هذيك 2021 هبطت فري على ايبيك جيمز 2K22 هبطت خويا حبيت نشريها ما لقيتش كيفاش نحكي في الموضوع قدام روجي قال لي عندي تحب نشري لك ما صدقتش قلت له باهي فرحه بزي وتصور غدوه الصباح تصبت لي ام بي اي توكي فهمت بوسه اخرى قاعده وقاعده تواجد وين حاب نجربها حاب نجربها بوسه مصارعه والله يشوف يوسف يوسف بكري شوف فيها يوسف البركه البركه جيب البركه شوي شد لي روح شد لي روح كوفيد ولا حاسدك على البلاس ولا حاسدك على البلاس يوسف بن سعيد سألني قال لي زبورة بلاي داما والله يشوف كل ميزاجور ورطالها انا اول ما بديت نلعب فيها كذبي بفاصوله تكون قوي على الاخر ما تنجمش تبوجي بعد عملوا باتش سهلوا فيها صفا وطوى طوى طوى صفا ماهيش خايبه باتش يقبلها خايب دونك ما نجمش عليها زبوره عادي تهبطها تشاء انت مع باتش كذبي وتكره روحك وتكره طبيعة وروح شرسو يعطيكم الصحه لي زونفون وي يعطينا الصحه بيان سور دونك سي تريز ايكول وانت ضيف مش عامل كيف ولا عامل كيف تيدي طار لي سي كيف خويا شنو هي توقعاتك لتروح تونس بوركينا فاسو بزي بقدرة ربي مربوح ان شاء الله يا ربي هذيك اهم حاجة تونس توصل نعم الفينال نجمو نجمو ديما نقولك شنية نسبقوا الخير ونقولوا بلادنا ان شاء الله هي طوى معتا كان نقولوا احنا كان ربح موتيفاسيون الجواريات هذا تطيح كنت الربح بين سنغال وغينا الاستوائية هذا شيء ما مستحيل فما شانس انا نو شانس كل هي كوديفوار البارح روحت كونتر مصر لحد ما كانت تصور ان كوديفوار باش تروح البارح انا اش قلت انا قلت خويا تروح تونس ونيجيريا باش تلقاوها في سيدات البورنوت المو في نيجيريا باش يكون وعدنا هاش نعاود نقولها تروح بوركينا فاسو تونس باش تلقاوها في بورن هاب ان شاء الله خاطر بوركينا فاسو باش يكون وعدوا وعدنا لا انا كنقول هكا مي انا كنقول هكا تونس تربح تونس جاوك 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 وازي كلمه الختام عندكم توما ساعه شباب اللايف نتاعنا حاجه تحفه على الاخر ماذا بين نجي مره اخرى يعني انت خلي هذاك اللي يجي يحسن كيف لا كيف الكوكايين ادمان ولا صاي ما عادش نجم مرحبا مرحبا سيدي طال عمرك ريبليك فوت وتجيب واحد ان شاء الله مشروع هذا وي وطول جاي اكسبريس جاي خلص والله زيد معاكم والله فرحوا بيا على الاخر اليوم مرحبا بك منورنا سيدي انا فرد مره نقول نشكر العباد اللي عندك تحيه للدار للعائله تحيه للدار اعطيك كادر اعطيك كادر وراش نتاعي اديله الكادر اعطي الكادر فازي هاك الكاميرا هاك هاك نشكر العباد اللي حاضره اهم حاجه اللي توا مزوري يتفرجوا فينا نونتوراج نتاعي فاميلي كل شيء كلوبيتي زوز تانيت مع اكس مومبر وتوا مع سيدي بوسعيد والخدمه تاني سفر نعرف هذا تاني سفر ولا الاصحاب والناس الكل
تحية حلوة والكوميونيتي نتاعي بصفة عامة يا حسين وانتم عاد الحب عاد انتم صحيح عاد سلس بيكم ربنا يكرمك ميرسي ميرسي بليزير على الاخر مرحبا بيك ضيف محلاك على الاخر على الاخر تخي سمباتيك وعندك فالور اجوتي محلاها ميرسي خير من برشا ضيوف لازم نعرف عليكم سينا باش نتذكر العباد اللي فما لايف فريش بعد هذايا انا باش نروح انا وتريزي جول باش نروحوا باش يقعد لو جاي باش يجي معنا ضياء فما ضياء ضياء مش معنا اليوم ضياء مش معنا دونك فما لو جاي ومدام ومعنا انفيتي وميمه ومعهم انفيتي دونك اقعدوا معاهم تو لي قدورات يبعثوا لكم اليوم تاع فريش من بعد ميرسي بوكو الناس كل جست نحب نعمل تصويره نحب تتاقى في ستوريات تاع انستغرام معنا تريزي جول مع تريزي جول هايكا كاميرا هذيك هذيك هايكا هاي هذايا ستوري انستغرام هذايا طيب وفي البوز سي بون دونك تابعونا في ستوريات فولو تريزي جول على يوتيوب على انستغرام فولو لي انا جاي بيان سور وان شاء الله الجمعه الجايه نلقاو في اللايف فريش وما تنساوش اللايف وكيف هذا التخرين هذا كلها فما برشا لايفات مع ديما كنا الخميس ما عادش سالونا راهو ان شاء الله ديما فما لايف اللهم تصير مشكله كورونا ولا حاجه وتوا نعدلوا جاي الكلمه اللي هو كرز على الخدمه ما كرزش وصل الدنيا كلامك في بلاصتو نقول لك ديما الكبير يبقى في الاخر وبصحتي الكلمه وي وي الكبير ربي نحن عباد وفهمتوا لا الله 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 حتى عندي يخرج لايف فريش مازال ماشي عنا مداخلات ديسكورد عنا هنا انفيتي اليوم معنا وذي تعب عنده اونجين صار له تحيه وينو ذي مندروش لا لا لكش في الدار ان شاء الله سور سو اتوتاكو اتوتاكو مش باي اتوتاكو دوما باي اتوتاكو باي مازالوا فما 30 ثاني فرحت بي 40 اللي قلت لك عليه تخلف لا لا مش على كيفك عليك يا ودي تحت ال 40 حتى وحلال ولا حرام على ال 40 كنا في عرس في الحومه ومول العرس حصيلو راجل كبير اسمه سيمانجي عقلو انسان خطيه وما عندوش معناتها مع المشاكل والعباد الكل تحب الحاصل عامل عشاء في دارهم ووقتها اول ما صار الديكونفينمون الاول هذاك في صيف 2020 الحاصل ريك شينا لروحتنا غاديك فيك العرس الطباخ مريقل وانا نخدم مع الطباخ كل دونك قعدت معاه من سربي وكذا هاو تخلينا سيمانجي عاد وجهه ازرق الدنيا حال سيمانجي شفما شفما قالوا ليه درا فما زوز عوان جاو السايكا وعطوني تنبيه قالوا كان ما يتسكرش كل شيء راهو باش يهبطوا باكو الناس الكل باش تكشالو باش يهزوه هكا هو شنعملو شنعملو دارنا طفل صاحبنا يخدم في القهوه قالوا سيمانجي ذوكم راهم معروفين وديما يجيو للقهوه يكشوا بحذنا الكل حل سهل سربيهم هكا هو عاد قالوا قداش من واحد طبيه قالوا ما نعرفش مع على ميويتي خلي 20 بلا نحضروا في ال 20 بلا وسيمونجي خرج البر او طويل او جيزوس او تنظيف ركح كل شيء كي الزربوط مش يجي مش يجي حاصل من بعد ربع